بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، يستمر التواصل مع حضراتكم في هذا المساء، وتنطلق في هذه اللحظات دفعة أخرى وشوط خاص بالجعادين من خلال الانطلاقات المسائية. تبدأ التحديات في هذه اللحظة مع المساء وما كذلك سن الحجايج. نبدأ المسيرة ونسير إلى المركز الأول، شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم المضمر حمدون بن علي العويسي هو من يسير إلى قمة الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة مياس في المركز الثاني، تعود ملكيته لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى التضمير لدى علي بن مهير بن بليشه. اما المركز الثالث يصل مغامر لسمو الشيخ مكتوم بن خليفه بن مكتوب المكتوم المضمر نواب بن نوح البلوشي يتواجد ويحتل المركز الثالث. المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هذا هو فريد والمضمر والمتابع عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير في التضمير. المركز السادس يصل سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر والمتابع لهذه الانطلاقة عبد الله بن عبيد بالدبيلة. اما المركز السابع نقله الى شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن الضعيف بن غدير هو المضمر. والمركز الثامن الان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي هملول مطر بن محمد بالضريعة من يتولى عملية التضمير. المركز التاسع محبوب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وسالم بن مطر بن حادة الاجتبي هو المضمر. المركز العاشر في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء ياتي سلهود اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر مشعان بن سعيد بن غدير. هكذا هي النتيجه للمراكز الاولى المتقدمه في انطلاقات هذا المساء وهذا التحدي وهذا المشوار. هذه الدفعه مشاهدينا الكرام تعلن عن تحدي وتعلن عن منافسات جميله في هذا المساء. نعود الى فريد في المركز الاول، نعود الذي انطلق الان في هذا الموقع الفريد من نوعه، فريد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. هو الان يتخطى لائحة ال 1200 ويتقدم كل المشاركين. المركز الثاني ياتينا شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وهنا حمدون في التضمير، حمدون بن علي العويسي لا زال يراقب الموقف. نصل الى الكيلو الاخير واستفتاح الكيلو. المركز الثالث مياس لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى، هنا بن مهير علي بن مهير بن بليشه من يتواجد من حقق الانتصار مع راهي في الشوط الماضي في هذه اللحظه. بينما المركز الرابع نشاهد الان محبوب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر سالم بن مطر بن حادة الاجتبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام وهذه التحديات. نسير مع الموقع، نسير مع اللقاءات، نسير مع التحديات، ولكن بداية المشوار بداية التحدي. المركز الاول غير الان شاهين وخطف الصدارة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم في هذه الاثناء. هو الان من ينطلق مع حمدون بن علي العويسي في التضمير، لكن مياس قادم مشاهدينا الكرام، ومثل ما قالوا لابس عقال السبق منكوس ما دام عندي ولد مياس. هذا هو مياس في المركز الاول. مياس غير اسمه الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى، هنا علي بن مهير بن بليشه يكرر مشاهدينا الاعزاء الانجاز لصالحه مع مختلف الشعارات مع مختلف التحديات، ولكن بدل في الانطلاق مياس. هكذا هي الحركه، هكذا هو التحدي. اللحظه الاخيره تسير مع مياس، تهانينا وناموس لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى وعلي بن مهير بن بليشه للمره الثانيه في هذا المساء. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الرابع فريد او الثالث فريد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم محموب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، رابعا وخامسا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني للحظات الوصول 4:28 هو التوقيت الزمني الذي حقق مشاهدينا الكرام مياس لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى، وتهانينا والناموس كذلك للمضمر للمره الثانيه علي بن مهير بن بليشه.